عمري لا لا ما تبكيش يا كالعمر هذا مكتوب ربي تنول في زهر ما عندي عيش يا اللي نبغي هراء عند ربي هي لمي ما لا لا ما تشكيش يا كالعمر هذا مكتوب ربي تنول في زهر ما عندي عيش يا اللي نبغي هراء عند ربي يا هادي بخاطر شفتي. السلام عليكم، تنشكر شوف تي في على هذه الاستضافه وتنشكر الطاقم معكم الفنان شاب وردي. العمل الجديد ديالي هذا لو ستايل جديد تيعتمد على لو ريتم، هاد لا كادون جديده. انا اصلا بديت من 92 تقريبا 92 وانا بادي، درت الانتاج الاول مع واحد ليديسيون، سجلت الالبوم الاول في 96، الالبوم الثاني في 98، ولقيت واحد الابتزازات من طرف لي زيديتور اللي ما خلاتنيش نزيد نكمل وفرانيت تقريبا 98 فرانيت. تنغني الراي وشويه راي بشعب وبالاحرى راي سنتيمونتال. كنت نتلاقى في التسعينات، كنت نتلاقى مع الشاب عمرو محمد فزاز، مصطفى الفزاز، مع شابة زينة. ديك الساعة كنت أنا يلاه دي بيتون تنشوفهم هما دي ستار، وكنت متأثر بهم. محمد راي بحكم أن تنتمي لواحد المدينة اللي هي جات في واحد الوسط اللي ماشي غنقولك ماشي فني، لأن الأكثرية ديال مدينة أبي الجعد كاينين فيها مبدعين فنانة تبارك الله، ولكن تتصوروا في أفلام، ولكن الظروف اللي ديال العمل ما تتخليش الانسان انه بعد على الاقل يقرا الموسيقى، ما كاينش معاهد. هذا هو اللي خلانا انا يكون عندنا شويه ديال التواصل، الروتار ديال التواصل. لا الاكثريه ديال الاغاني ديالي كانوا في 96 كلمات والحان، 96 الاكثريه. دابا حاليا يلاه صوبت تقريبا شي 4 ديال كل 5 في هذا البيريود الجديد في هذا الوقت هذا، بحكم هاد العولمة وهذا الشيء اللي ولا دابا هاد خلاتني انني نجتهد شويه، ولي فان ديالي دفعوني وخلوني باش نجتهد باش ندخل راي. تنتمنى ان شاء الله، ونتمنى تبدا انطلاقه من عندكم. كانت عندي موهبه، كنت نحس براسي تنبغي نقلد فنانه، تنحس براسي عندي لو ريتم. المهم ولكن الاكتشاف ديال الصوت وداك الشيء كان واحد لي زيديتور كانوا اصدقاء ديالي كانوا تيترافقوا معايا، كنت مع القرايه وهم قالوا لي علاش ما نسجلوش البوم ديال الراي، بحال عطوني واحد الانطلاقه. وديك الساعه بديت نكتب ستاندي موهبه ديال الكتابه والالحان، والحمد لله محمد راي تيعجبني بزاف، وكنت اثر به بزاف، وشاب مامي شاب حسني شاب مارا ما بقاش يذكر شاب زينو. تنشكر شوف تي في وتنتمنى ان نكون عند حسن الظن بالخصوص هاد الديسك اللي درت الاخرين. تنتمنى انهم يكونوا ينال الاعجاب ديالكم، واخر ديسك كل شيء فيك تبدل وديسك اخر ديال تزوجت وندمت، هادو اللي باقيين ما يلاه غادي يتلاحوا ان شاء الله في مقارب، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا.